نبقى للحديث مشاهدينا عن الأخبار العاجلة التي ترد من أيطو، وهذه الصور للبلدة التي استهدفت للمرة الأولى بغارة إسرائيلية. الصليب الأحمر يقول 18 شهيدا وأربعة جرحى والحصيلة أولية. أيطو البلدة الواقعة شمالية لبنان ضمن قضاء زغرتة. هذه صور أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفتها قبل قليل، والحصيلة كبيرة 18 شهيدا، وهي كما يقول الصليب الأحمر حصيلة أولية لهذه الغارة التي تستهدف للمرة الأولى بلدة أيطو الواقعة في الشمال اللبناني ضمن قضاء زغرتة. إذن صور صادمة تأتي من هناك، ونتحدث عن هذه البلدة، عن الغارة الإسرائيلية، وأحدث ما ورد مع مراسلي التلفزيون العربي من حصبية رامز القاضي. رامز، 18 شهيدا والحصيلة أولية، يبدو بأنها مجزرة كبيرة ارتكبتها إسرائيل في أيطو، وهذا رغم أنه الاستهداف الأول لهذه البلدة. صحيح، هذا الاستهداف الأول لبلدة أيطو الواقعة في قضاء زغرتة في شمال لبنان، تبعد عن بيروت أكثر من 113 كيلومتر. أشير فقط إلى أنه في حرب تموز عام 2006 جرى استهداف أعمدة اتصالات في هذه البلدة، لكن هذه الغارة التي شنتها إحدى المقاتلات الحربية وأطلقت صواريخها بشكل مباشر على هذا المبنى. وفق المعلومات الأولية أن هذا المبنى مؤلف من ثلاث أو أربع طبقات جرى استهدافه بشكل مباشر، يقطنه عدد من المدنيين. وبحسب الصليب الأحمر اللبناني، نحن نتحدث عن مجزرة بحق الأهالي الذين كانوا يقطنون هذا المبنى في بلدة أيطو في قضاء زغرتة في محافظة شمالي لبنان. هناك بحسب الصليب من المسعفين وسيارات الإسعاف لإسعاف الجرحى وإنقاذ من تبقى تحت هذا الركام جراء هذه الغارة العنيفة. يمكن من خلال الصور الاستدلال على حجم هذه الغارة التي نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر على هذا المبنى في أيطو قضاء زغرتة. وبالتالي نحن نتحدث عن استهداف مباشر للمدنيين. دعني أشير فقط إلى سلسلة البيانات التي تصدر عن حزب الله في هذه الأثناء أيضا لاستهدافات يقوم بها لتجمعات وموضوعات لجنود إسرائيليين في راموت نفتالي كما ذكر الحزب. وأيضا ذكر منذ بعض الوقت أنه استهدف تجمع لجنود إسرائيليين في مستعمرة سفعون بحسب هذا البيان. وأيضا أشار إلى في بيان آخر إلى صلية الصواريخ التي أطلقها باتجاه كرمائيل. كذلك أعلن الحزب أنه يخوض مواجهات عنيفة حتى هذه اللحظة في بلدة عيت الشعب. إذن أعلن الحزب أنه يخوض هذه الاشتباكات العنيفة في عيت الشعب. وفي بيان آخر أشار إلى استهدافه ناقلة جند إسرائيلية في هذه البلدة في القطاع الأوسط، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل وإصابة من فيها. هذه الاشتباكات تخاض في عيت الشعب بشكل عنيف، كما أشار الحزب في بيانه، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية وأيضا القذائف المدفعية، وهي مستمرة حتى إصدار هذا البيان كما أشار حزب الله، أي منذ ما يقرب عن 20 دقيقة تاريخ صدور هذا البيان. إضافة إلى الغارة على أيطو، كان هناك أيضا سلسلة من الغارات العنيفة في مختلف قرى وبلدات الجنوب اللبناني، سواء على الحافة الأمامية وأيضا في عمق الجنوب. إضافة أذكر بأيضا بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر فيه من جديد عدد من البلدات والقرى اللبنانية بضرورة إخلائها
ربما هذا ينذر أيضا بموجة غارات إسرائيلية جديدة. أشير أيضا في هذه المنطقة التي نتواجد فيها في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، كما أيضا عنفت هذه الغارات وأيضا القصف المدفعي منذ ساعات الليل وأيضا وصولا حتى ساعات الصبيحة الأولى. عانت مدينة شبعة أو بلدة شبعة في أقصى القطاع الشرقي من هذا القصف المدفعي العنيف، أيضا كما حصل في اليومين الماضيين في الظهيرة وباقي قرى الجنوب على الحافة الأمامية، جرى تدمير الجامع في هذه البلدة بشكل جزئي جراء هذا القصف المدفعي الذي أيضا طاول أطراف بلدة كفرشوبة وأيضا كفر حمام وكذلك أيضا أطراف هذه البلدات في القطاع الشرقي، لسيما سهل الخيام ومرج عيون. إذن هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة. جزيل الشكر لك رامز القاضي مراسل التلفزيون العربي من حصبة. تمكن